مصطلح العنف القائم على النوع الاجتماعي يعني أي فعل بينتج عنه إيذاء الشخص جسدياً، جنسياً أو نفسياً. العنف القائم على النوع الاجتماعي بيعي قدرة النساء والفتيات على ممارسة حقهم باتخاذ خيارات مستنيرة، وكمان نتائجه مؤذية للصحة الجنسية والإنجابية مثل الحمل غير المرغوب فيه والتعرض للالتهابات الجنسية والإنجابية وغيرها. من هون تجي أهمية دمج خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. لهيك قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان بالتعاون مع دائرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة بتطوير 3 نماذج لدمجها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية لتوفير حزمة شاملة من الخدمات المقدمة للنساء والفتيات بناءً على الموارد البشرية والمالية المتاحة. تتكون النماذج من 4 عناصر بتم دمجها تدريجياً. بيتكون النموذج الأول من الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نشر التوعية، تحديد الناجيات والتعرف عليهم. بينضاف للنموذج الثاني تأمين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية الاجتماعية الملائمة للناجيات. بينضاف على النموذج الثالث الإحالة للخدمات الاجتماعية أو القانونية. لهيك بهمنا التأكيد على الدور الأساسي والفعال للعاملين والعاملات الصحيين والاجتماعيين باعتماد هالنماذج للوصول لحالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي والأمان الكامل للنساء والفتيات بمختلف المجتمعات.